السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إحنا مثل ما لاحظنا شغلنا الريلز، الآن إحنا عندنا روبي أون ريل شغال على الدوكر، وممكن إنه إحنا نتلعب في ملفاتها. لاحظ اليوم راح نعمل شيء جميل جدا وسريع جدا، اللي هو حالات الكراد، كرييت ريد أبديت ديليت. خلنا نشوف كيف راح نعملها. كود بسيط جدا، لاحظ هذا روبي أون ريل، هذا الكود روبي أون ريل. لما نجي نشغلها، أنا طبعا ما عندي، لم أقم بتنصيب الروبي أون ريل في الحاسبة، فلما أضغط على أنتر ألاحظ أنه أنا أصلا ما عندي ريلز، وبيطلب من عندي فيدورا إذا في حالة أنه أنا بدي أنصبها. لكن أنا عندي دوكر أصلا، ليه أستخدم الروبي أون ريل في حاسبتي؟ بهيك حالة اللي أحتاج أنه أرجع للكمبوزر، أحتاج إلى الدوكر كمبوزر، لأنه أنا لما أريد أتعامل مع الروبي أون ريل على الكلاود لازم أستخدم الكمبوزر. هنا أنا بس أحتاج من الأداة run، بعد ذلك أجي أعمل هنا paste، this one is copied، run، تشغيل composer. أضف إلى ذلك أحتاج إلى أنه أعمل rr minus minus rm شو كان اسم الابليكيشن اللي احنا سميناه app، لا مش app، كان اسمه web. انت السيرفيسز اللي عندك دي بي والويب، فاحنا اصلا شغالين على الويب، فاكيد راح يكون web. طيب بعد هيك نستطيع انه احنا ناخذ هذا الكوماند. هذا الكوماند فكرته انه هو راح يعمل لي الاربع حالات الماجول، اللي هو create read update delete. هنا بيستخدم الريل جي السكافلاد، حيعمل لي اللي هو البوست تايتل كسترينج والبادي تكست. هلنا نسوي هذا مثلا for example messages، نعمل انتر. خلونا ننتظر نشوف الدوكر ايش راح يعطينا نتائج، ايجابية ام عكسية برأيكم. طبعا هذا بنلاحظ انه في سي ام اس ووردبريس 1، هذا مشكلته كان شو، بيرفكت. مشكلته كان شو، انه احنا عملنا اسم الفولدر بنفس اسم الووردبريس. لاحظ هنا السي ام اس لازال بيتصور انه هذا السي ام اس هي موجوده من ضمن التست اللي هو هذا في البي اتش بي. not good idea انه احنا سميناها سي ام اس. anyway نلاحظ انه هو عمل عمليه الكريت ممتاز جدا، نجحت. يبقى علينا انه بس نعمل migration ايضا لمن لل database. لما انت جيت عملت طبعا الروبي اون ريل هو MVC model view controller. المودل والفيو تم عملهم بنجاح، الكنترولر ايضا تم عملها بنجاح. لاحظ هنا انت عندك في الفيو موجود عندك مسار المسجز، في الكنترولر ايضا انت عندك مسجز. طيب يبقى عندنا فقط الداتابيس، في المودلز ايضا عندك مسجز RB. لاحظ روبي اون ريل، يبقى بس انه احنا نصحي الداتابيس بهذا الكوماند اللي هو docker compose ناقص compose run ناقص ناقص rm web rake db migrate. فكرتها انه نقول الداتابيس حاول تصحى انه في تغيير حدث في الويب، فنرجو منك اضافته في الداتابيس لنرى اذا قام باضافته. مفروض انه يعمل لك create. لاحظ ان انا بيقول لك انه create messages migration migrating create table اسمه messages، عملنا migrate. لازم يطلع لك هاي الحالتين، لانه اذا ما ظهرت عندك معناته تكون مشكله. الان هو عملنا table، مفروض انه احنا لما نذهب لمسار المسجز يكون موجود. ready يلا نجي هنا نعمل messages enter. طبعا السيرفر واقف، شغلوا السيرفر يا شباب، يعني انتوا ذكروني. محمد عيسى انت طفيت السيرفر، لازم نشغل السيرفر، يعني ذكروني دائما انسى. طيب يلا يلا يا حبيبي يلا. تمام. اذا هنا احنا عندنا الليسننج على 333. لو نعمل ريفرش، هولا مسجز، ممتاز جدا. هنا التايتل بودي نيو مسج، نجي التايتل نكتب هنا مثلا فور اكزامبل محمد، البادي نكتب هنا عيسى حميد
حميد. Create message. Wow, message was create أو message was successfully created. Yes, 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 yes. التايتل هو محمد، البادي هو عيسى حميد. ممتاز. طبعا أقدر أعمل له edit، أقدر أعمل له back. ألاحظ أنه هنا أنا عندي إضافة جديدة. ممكن أعمل new messages أخرى. أوكي أحمد، أنطوني اسم، أنطوني اسم. مصطفى، الأتراك يقولون مصطفى، مصطفى خلف. هذا بجوعات العيتي لايف. أوكي باك، نلاحظ أنه في two records تم إضافتهم، show edit destroy. بنلاحظ أن أنا عندنا روبي and ruby on rail perfect. يبقى علينا أنه إحنا ممكن نعمل شوية تجميل عليها، يعني ممكن ندخل افتح نخضع لعملية التجميل. هذا الشيء أين سوف نجده يا ولد؟ لو نجي على الأب فيو، في الفيو في عندنا شيء اسمه messages. في المسجز هو هذا الاندكس. آه ها انت هنا، اذا لاحظ، لاحظ المجرم موجود هنا، لينك تو ديستروي. لكن هنا اللي بيظهر ار يو شور هنا. اوكي هذا طبعا التاجات للبتاع، شو اديت لينك تو. اوكي في الطرف الاول. اها حلو. ايش نحتاج؟ خلينا نجي على بوتستراب. بوتستراب هذا بوتستراب. خلونا نضيف ال CDN للبوتستراب في داخلها. يعني فور اكزامبل اذا اجينا على CDN انا احب الروبي اون ريل. تلاحظون اكو تحيز انه ما اعطيت هذا الشيء في في الجانجو، دي جانجو او الورد برايس، بس حقيقة انا احب الروبي اون ريل لانه مبني على جافا. في لايك ذس. لا 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 ميك سيف، خلينا نعمل هذا السيف. كانسل مش سيف، بس يمكن هنا احنا عندنا مثلا اللاي اوت. في اللاي اوت مثلا ممكن يكون هنا ابلكيشن هيدر. اوكي سو ممكن في الهيد احنا نضيفها في سيف. ممكن في الهيدر احنا نضيفها ونجي على مثلا ريفرش. اولا لاحظ تحول لبوتستراب. جميل جدا. اذا نحن هنا هذا عملنا له، هذا ممكن نغلقه. دونت سيف، وهذا باللاي اوت كان، يعني اي شيء بالسي اس اس ممكن نضيفه هنا. نجي على الاندكس. اوكي index table بالبوتستراب كيف يكون؟ شباب اعطونا اعطونا نصائحكم. يلا يلا ساعدوني، انا وحدي اللي اتكلم. اتصور في ال W3 سكوم موجود. اوكي ده تلاحظون كيف نبني المواقع. طبعا ما في مبرمج في العالم يحفظ كل الاكواد، لا، بس مجرد انه احنا نعرف فكرة المكتبة او هذا الاداة شو يعمل بالضبط. هذه هي الفكرة، يعني مستحيل أكون مبرمج في العالم يحفظ كل الأكواد. يعني هذا الشيء طلع من بالك أنه مهما كان قوة المبرمج لا، لكن الفهم الخوارزمية مهمة جدا أنه إحنا نتعامل مع معظم لغات البرمجة. يلا W3 سكول ثقيل جدا. شو المسألة هنا؟ نحتاج مجموعة تعديلات نغيرها، يعني من ال H1 المسجز اللي يظهر هنا for example this one messages. ليش هيجي متأخر؟ خلينا نشوف هنا get start. البوتستراب يظهر بشكل سريع. لو ننزل الأسفل مثلا نلاحظ ممكن نضيف navigation bar. يعني احنا اذا جينا على components، في الكومبوننت عندنا nav bar. nav bar ممكن ايضا نضيفه في الهيدر في البداية اللاي اوت، صح؟ يعني هذا ممكن اني اخذه. هيا بنا يا ولد، هذا اعمله كوبي وارجع هنا مثلا في اللاي اوت اضيفه في الابلكيشن هيدر. اوكي هنا البادي، لاحظ في عندك البادي يلد. اوكي نو بروبليم. الناف ممكن اضيفه في البادي. خلينا نجي نعمل هنا ريفرش. اولا لاحظ، او ماي جاد اي لاف روبي اون ريل. طب هنا خلينا نشوف البانلز او لا لا هو تيبل شان صح؟ ت
تيبل تيبل لا تستعجل استاذي. او ماي جاد هذا كلش بطيء. تيبلز. طيب خلينا نجي على الطرف الثاني ندور على شيء اسمه تيبل. هنا عندك ليبل بلا 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 تاب دروب جليف ايكون نو انبوتس بيج هيدر اوكي ذس وان از بيج هيدر ثامب نيلز لا بروجريس بيج نيشن لا لا بيج نيشن وين موضوعنا وين جامبوترون maybe جامبوترون we can use جامبوترون مثلا هذا نعمله كوبي نجي نستخدم في الأسفل شوية جامبوترون نكتب هنا محمد عيسى مثلا صح أعطوني أي اسم آخر إذا ما بدكم محمد عيسى أعطوني اسم آخر لكن ما نشوف هنا التغيير so give it refresh حلو 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 بس لازال يحتاج إلى ترتيب تعرف يعني لازال يحتاج إلى ترتيب إنه إحنا هون نرتبه شوي. المهم نرجع لي هذا يحتاج إلى وقت ترتيبها بس لكن ممكن نستفاد من Bootstrap Table. لاحظ هنا stripped table stripped. Okay try yourself. هنا لاحظ bordered في عندك. اوكي هذا كل اسماء الكلاسات. لو نجي على الاندكس لاحظ هنا عندك التابل اوكي كلاس اوكي ممكن اضيفه بهذا الشكل لكن احذف الدوت اوكي بس اعمل السيف ريتراي ما بيقبل ليش لماذا ما تقل لي انه هاي الملفات كلها تروت او ماي جاد كانسل خلينا نشوف لو احنا موجودين في هذا الصرح الجميل هنا لاحظ سيلكت مسجز كل شيء يحدث خلف الكواليس بيظهر لك لاحظ سيلكت مسج وير مسج اي دي 1 ليميتد 2 بيرفكت او ماي جاد حتى الانسرت لاحظ الانسرت لما كنا ندخل بيانات كم هي رائعه كم هي جميله رائع رائع روبي اون ريل. طيب هنا لاحظ ظهر لك بهذا الشكل وهنا التستنج ايضا موجود بس لكن لو نرجع لهذا نعمل كنترول سي خلينا نوقف السي ام اس ويب والدي بي بس خلينا نشوف التايم قديش اوبس 12 خلينا نوقف نكمل الدرس القادم مع